أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومحبة الله وبركاته. كمواطن مسيحي لك الحق في المشاركة السياسية والانتخابية برأي حر وبدون أي ضغوط أو تدخل من الكنيسة. فالكنيسة لا تفرض توجهات سياسية معينة على أحد، ولا ينبغي أن يكون لها توجهات سياسية أصلاً. فدور الكنيسة دور روحي، إنساني واجتماعي، وليس سياسي أو تشريعي أو قضائي. فبناء الفرد والمجتمع بشكل صحيح كفيل أن يبني سياسة سليمة عادلة ومش العكس. فالمسيحية لا تتدخل في القضاء ولا تشرعه ولا تفرض إيمانها على أحد ولا تتبنى أو تدافع عن مواقف سياسية معينة، لكن عن مواقف ومبادئ وأخلاق إنسانية بحتة، مثل الحريات والمساواة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. لذلك نلاحظ سعي الكنيسة الدؤوب في نشر وترسيخ تعاليم السيد المسيح السامية في حفظ وحماية الفرد والمجتمع، وبث روح المحبة والتعاون بين كافة أفراده. أما قوانين الدولة وتنظيماتها الداخلية والخارجية فلا تتدخل فيه الكنيسة لا من بعيد ولا من قريب. أما رأيها فيما يتعارض مع تعاليم ووصايا السيد المسيح فإنها ترفضه دون أن تفرضه، وهنا الفرق. كما أن الكنيسة ضد أي نظام قمعي أو ظالم أو غير إنساني، ومع الحقوق والمساواة بين كل أطياف الشعب الواحد مهما كانت معتقداتهم أو خلفياتهم أو توجهاتهم، ومنحهم ما يضمن لهم جميعا الحرية والعدالة والاحترام والحقوق المبنية على المواطنة وليست المبنية على دين أو عرق أو انتماء سياسي أو ديني. فاحترام الإنسان ومحبته هم قلب المسيحية وروحها وهدفها الأسمى، أن يعيش جميع الجميع بمحبة وسلام في وطن صغير أو عالم كبير. ولك أن تنظر حولك وتشوف حال الدول اللي يتدخل فيه الدين بشكل مباشر أو فظ أحيانا، خاصة في شؤونها السياسية أو القضائية، ولاحظ كيف تدهور فيه حقوق الشعب وخاصة الأقليات، ويواجه فيها كل مخالف لرأي وتوجهات الدين الحاكم بالقمع والاضطهاد والتمييز. فالحكم والحقوق هنا يملكها الأقوى أو الأكثر، فيتعرض فيه المختلفين عن دين أو مذهب الدولة للاضطهاد الديني والاجتماعي والفكري وحتى السياسي والاقتصادي، ولا تتساوى فيها لا فرص العمل ولا فرص الدراسة ولا حتى فرص الحياة، ويعيش كل المختلفين وليس المخالفين لدين الدولة في أوطانهم مواطنين درجة تاسعة أو أغراب في وطنهم، تسلب حرياتهم ويصل الأمر أن يقتلوا أو تحرق بيوتهم ودور عباداتهم عليهم وبدم بارد وأحياناً بغطام الدولة، وتطبق عليهم حدود شرعية خاصة بدين معين ليسوا من أتباعه. فتجد في بعض الدول الإسلامية ينفذ حد الجلد مثلاً في شارب الخمر حتى لو كان غير مسلم، في حين المفروض تطبق الحدود على المسلمين فقط وتستبدل بعقوبات مدنية للمخالفين لنظام الدولة من غير المسلمين. لذلك تقر المسيحية وتؤيد فصل الدين عن الدولة وليس فصل الله عنا أو عن حياتنا. فيجب علينا كمسيحيين أن نتعامل مع الدولة من خلال تعاليم المسيح المطالبة لنا أن نكون مواطنين صالحين خاضعين ومحبين وبنائين لدولنا أو للدول المقيمين فيها، فتعطي ما لله لله أو ما لقيصر لقيصر. فالله لا يتدخل في نظام وقوانين الدول، ولكن تركها لنا إحنا البشر لنتعامل معها ونحددها بأنفسنا. فهناك أمور ثابتة غير خاضعة للتغيير أو التبديل أو التطوير، وهي تعاليم الله ووصاياه لنا، مثل المحبة والعدل والمساواة وقبول الآخر والرحمة. فمحبتي لله وللآخرين ثابتة، وأن أكون عضو صالح في المجتمع مطيع للحكومات أمر ثابت، وكذلك الحقوق ثابتة ما تتغير،
فهذه كلها مبادئ مسيحية ثابتة وغير متغيرة. لذلك اهتم المسيح بالتعاليم الإلهية الثابتة واللي تشكل نواة طيبة نحدد من خلالها آلية التصرف والتعامل مع المتغيرات. وهناك أمور أخرى عرضة للتغيير حسب الظروف والمعطيات الزمنية والجغرافية، فالعالم يسير دائما للأمام ويتغير باستمرار، ووضع قوانين ثابتة له ستضع الناس في مأزق مع الله. فاليوم مثلا فيه فضاء وطيارات وسيارات وقوانين مرور وحكومات متغيرة وهجرة من بلد إلى بلد وأمور حديثة تحتاج إلى قوانين وأنظمة جديدة وعصرية. لذلك تركها الله لنا كحكومات أو أنظمة لنتعامل معها. فالله لن يرسل لنا كل سنة نبي علشان يعلمنا نتعامل مع كل شيء جديد. فقيصر اليوم هو النظام والقوانين والأنظمة وليس الشخص الحاكم، وعلينا كمسيحيين احترامها والتقيد فيها والتعامل مع حكومات بلادنا والبلاد أو البلاد المقيمين فيها بكل محبة وطاعة وخضوع، ونكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا. فاليوم يحكم قيصر بقوانين تختلف عن أمس، وبكرة بيكون غير اليوم، وهذا ما يسمى بالمدنية أو فصل الدين عن الدولة واللي يطالب فيه العالم كله. أعيد، فصل الدين عن الدول، مش فصل الله عن الإنسان، لكن فصل يضمن للناس حقوقها ويمنحهم العدل والأمن والحياة الكريمة ويحميهم من الاضطهادات والعنصرية. فالحقوق تعطى بحسب المواطنة وليس بحسب دين أو أغلبية، فالحق مكفول من الله والدولة بقوانين عادلة تجعل الأغلبية مساوية للأقلية، والقانون يطبق على الكل. نظام يكفل للإنسان حقه في أي مكان وأي زمان، ويضمن علاقته بالله والوطن في قانون وإرشاد إلهي دلنا عليه المسيح من 2000 سنة، فنعيش حياة كريمة نعطي فيها ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فشكرا لله على إرشاده، وشكرا لكم على المتابعة، والله يرعاكم ونشوفكم على خير. في أمان الله.